ورا بجي تم اعتقال اندرو تيت المعروف بالتوب جي. السوشيال ميديا اليوم مفجور ومفجوع بخبر اعتقال اندرو تيت. مين هو اندرو تيت؟ اللي ما بيعرفوا هذا الفيديو انا سبق وحكيت عنه لاندرو، روح يحضر الفيديو، رح اترك لكم رابطه بخانة الوصف، روحوا احضروه عشان تعرفوا مين هو اندرو تيت. فانا رح احكي عنه باختصار. هو زلمة مصارع ملياردير، بيطلع بسوس مباشرة، بيحكي عن اراء وبيحكي عن شغلات ما حدا بيسترجي يحكي عنها، بيحاول يوعي الشباب، بيحاول يحفزهم، دائما بيقول لك حاول تهرب من الماتريكس، يعني حاول انك تبني امبراطوريتك وتكون غني. كمان اندرو تيت اعلن اسلامه ودخل الاسلام مؤخرا، وصار بيحكي عن الاسلام انه هو دين منيح وانه دين وجهني وعلمني ورجاني صح من خطا. اي شيء هلا لما بيطلع بسوس مباشره بيحكوا معه رفقاته القدماء انه ما عاد شربت، ما عاد كذا، ما عاد كذا، بيقول له لا حرام، اتس حرام، يعني هي صارت على لسانه طول الوقت كلمه اتس حرام. حرام. المهم شو قصة الاعتقال تبعه وشو صاير انا رح لكم، بس قبل ما نبدا اللي مو مشترك بالقناة يشترك وعمل لايك للفيديو. القصة ما فيها اندرو تيت نزل تغريدة على تويتر عم يحكي فيها كم سيارة عنده وانه هو لسه عنده سيارات كتير و و و و عم طلعت هاي البنت اذا بتعرفوها هي طلعت من 4 سنين تحكي عن البيئة وانه هي مثل مدافعة عن البيئة. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? طلعت تغريدة، طلعت وحكيت التغريدة، قالت له هذا إيميلي energy@gmail.com، ويعني أنه عم تتحدى لأندرو أنه بقى حاكيني على هذا الإيميل، ومثل أنه عم تربيه على أساس على التغريدة اللي نزلها. عم طلع أندرو تيت فيديو عم رد عليها لهي البنت. بهذا الفيديو اللي نزله أندرو كان في قدامه علبة بيتزا. علبة البيتزا هاي الماركة تبعها، المصنع المحلي اللي ببيع هاي البيتزا موجود بروما. الدولة الرومانية لما شافت الفيديو عرفت انه اندرو برومانيا بسبب هاي العلبة، عرفت انه هو على الاراضي الرومانية وقدرت تعرف انه هو متواجد ببيته، ففورا راحت لعنده والقت القبض عليه بتهمة الاتجار بالبشر. المهم دخل اندرو تيت على السجن هو واخوه، شحطوهم من بيتهم، حطوا لهم بايديهم كلبشات وحملوهم بالسيارات وراحوا. قعد بالسجن فترة بسيطة ما كملت اليوم، وبعدين تم اطلاق سراحه. طلعت الشرطة الرومانية وقالت انه لحنا اجانا بلاغ من مجهول انه اندرو تيت محتجز رهينة عنده بالبيت، فاضطرينا انه ناخده على السجن نحقق معه وندخل على بيته نفتش على الرهينة لحتى نحررها. المهم الجماعة لما دخلوا على البيت صاروا يدوروا ما لقوا حدا، يعني ما كان حدا موجود بالبيت، ففورا رجعوا على القسم الشرطة واطلقوا سراحه هو واخوه. الانكى من هيك لما اندرو رجع على بيته ودخل عليه لقى ملايين مسروقة من البيت، واخوه في عنده NFT ما لقاها. اللي بيعرف بال NFT بيعرف شو يعني NFT، يعني يعني ال NFT غالي كتير، يعني حقها ملايين احيانا، حقها الاف الدولارات على حسب ال NFT اللي بدك تشتريها. قول بغض النظر يعني جماعه مليونيريه، يعني شو كم مليون اخذوهم و NFT شو، يعني جماعه يعني معه فوق مليار دولار الزلمه. هو صرح وحكى بمقابله قال انه انا معي اكثر من مليار دولار، هالحكي من شي سنه تقريبا، فبظن هلا يمكن ثروته زادت، فمليون دولار او 10 مليون دولار بالنسبه له فراطه يعني. يعني مو مهمين المصاري اللي راحوا، المهم انه الزلمه طلع هو واخوه بخير وسلامه، لانه اندرو تيت مهدد بالقتل. هو من 15 يوم كتب على تويتر If they killed me I love you all، يعني اذا قتلوني انا بحبكم كلكم، يعني مثل انه عم يوجهنا رساله انه في انه انا يعني رح اموت، انه انا بخطر، يعني لانه هو دائما بيهاجم الحكومات، بيهاجم الافكار السلبيه المتطرفه، الالوان، يعني اي شيء عم يحاول يحرف فطره الانسان عم يواجهه على الملأ. فمشان هيك الماتريكس هي الماسون، بس هو بيلقبها الماتريكس، محمرة عينهم منه كتير، والعالم على الانترنت مقسومه لطرفين. شي عم يقول لك انه هو اصلا نزل الفيديو وحط علبة البيتزا ليورجيهم انه هو برومانيا مشان يمسكوه، مشان يعمل ضجه اعلاميه، وعالم عم تقول لك لا الماتريكس اصلا اخذوه واصلا لفقوا عليه تهمه الاتجار بالبشر مشان يعملوا له فركه اذن، يعني مشان يربوه انه لحنا فينا نجيبك وين ما كنت. فانتوا شو رايكم؟ هل هو فعلا اندرو تيت بالمخ اللي عنده
الذكاء اللي عنده ممكن يعمل هيك حركه، ينزل علبه بيتزا قصدا مشان تمسكه الشرطه، مشان يعمل ضجه اعلاميه، لانه اول شيء هو ماله بعازه الضجه، يعني زلمه توب جي يعني، دائما وين ما بتفتح السوشيال ميديا بتلاقي هذا الزلمه الاصلع موجود، ولا انه فعلا الماتريكس هي اللي اخذته والقت القبض عليه لحتى تعمل له فركه اذن. انتم شو رايكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. هذا هو الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لايك للفيديو، واستنوني بفيديوهات جايه. اديوس.